هذا يسأل يقول هل لنا أجر فيما نخرجه من النفقات والأجورات؟ إذا نويت بذلك الاستعانة على طاعة الله جيت للعمرة، فكل ما تنفقه في العمرة فأنت تؤجر عليه إن شاء الله، كل ما تنفقه في العمرة على نفسك أو آجار سيارة أو آجار سكن كله في سبيل الله عز وجل. نعم.